يعني خلال سفره الدرك وقفهم السيارة، راه البطاقة راه البطاقة عرفوه صافي، عطاو ردوا لي البطاقة وبقاو متبعينو إلى حين. هي فاش قلت لك تأخر عليها بساعتين، أنا بالصدفة كنت في فاس، كنت هنا في الرباط في الحي الجامعي، خبرتني بأنه راه كان واحد رجل ضابط شرطة كان تيخرجني، تيعيط ليا وتيديني لعند دياب وتنبقاو، وتنستغرب تنقول علاش تعيط ليا، تيقول لي باش تنفس وكذا. قلت له ما تتخافش نهرب، واحد الخطرة هو قال لي علاش ما هربتيش، قلت له لأنه قال لي ما دايرش ليك القيد، قلت له القيد هو المعاملة ديالك. عطيتو جوج أسماء فعلا خرجوهم. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم، سعداء بتواصلنا معكم وسعداء بتواصل حوارنا مع الأستاذ عبد الصمد بالكبير، الأكاديمي والناشر والمحلل الاستراتيجي. نعيد الترحيب بك أستاذ عبد الصمد. هذه الحلقة الثالثة، في الحلقتين السابقتين رجعتنا لبداية الستينات، المخاض السياسي اللي كان كيعيشه المغرب، وكيف انتهى المسار بكم ثم مجموعة من الشباب الانشقاق على الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. طبعا انتم أسستوا منظمة 23 مارس، إذن في انت مناضل طلابي ومناضل في تنظيم سري، وهنا لا شك غادي تجي الاعتقالات. كيف كانت تجربتك مع الاعتقال؟ السبب ديال الاعتقال هو السي احمد حرزني الله يرحمه. وبالمناسبة مفيد نشرح لكم واحد القضية. خلال الاشتغال ديالنا احنا كمجموعة قبل ما والحوار يتم مع الآخرين، وصلنا لواحد اللحظة مفترق الطرق واجتمعنا، ما بقيتش تنذكر التاريخ، بات أسيدون اللي هو أيضا مناضل وطني لآخره، طلبنا منه شاف لنا واحد دار في البحر، دار كبيرة بزاف، ووجد لنا كل شيء، يعني السردين والفواكه والقارو إلى آخره، ودخلناها. ما كانش عارف راه تنظيم سياسي؟ لا لا عارف. آه. لا هو اللي وجد كل شيء، راجل مناضل هو وطني، وكان متعاطف مع مع ولده أسيدون، ولكن متعاطف لأن ماشي أسيدون اللي وجد داكشي، هذا الشيء عرفته أنا في حينه. فبالتالي دخلنا واجتمعت اللجنة المركزية لنقاش ثلاثة الخيارات. هذه لربما أواخر 1971 غالبا، واحد ما بين 71 غادي تكون، يعني كان عندنا ثلاثة الآراء. رأي اللي كان فيه البردوزي الله يرحمه، وما أدرك ما البردوزي، إنسان على كل حال هو لعب دور إيجابي كثير من بعد داخل إدارة الدولة في جميع القضايا الجهوية والتعليم وإصلاح التعليم وقضية الأمازيغية إلى آخره، هو كان العقل المفكر ديال السي أمزيان، رجل عالم بكل معنى الكلمة، مثقف عالي الثقافة. كان هو والطالبين الحبيب والمريني يشكلون تيار، وكان النظرية الأخرى ديال أبو عبيد حمامة اللي هو من أهم رجالات هذا البلد، الوطنيين والمخلصين والنزهاء، واللي اشتغل داخل الحزب الشيوعي المغربي من كذا، واللي لعب دور كبير في تأسيس اليسار الجديد، لأن كانت الامتياز دياله هو ماوي، وفي نفس الوقت متشبع بالثقافة الإسلامية خصوصا عن طريق البهبيتي وسامي النشار وكتاب نشأة الفكر الإسلامي وكذا، وتحاول يبيع الماركسية مع كذا، كانت يدعي للنظرية الموية، يعني الاشتغال مع الفلاحين، وطبعا أدى عن ذلك ثمنا، لأنه من اللي وقعت الانتفاضة ديال ولاد خليفة التحق بهم متأثرين بعلل الفاسد ديك الساعة ملي كتب ديك القصيدة على ولاد خليفة. هذه الانتفاضة كانت في الغرب ديال في الغرب في قنيطرة، مجموعة ديال الفلاحين اللي انتفضوا، والنكتة المثيرة جدا هو أنه الجماهير الفلاحية حيت شافته في كذا شكت فيه،
واعتقلوا وقدموا للدرك. قد هذا حمامة. ومن بعد اعتقلوا الدرك لم يأخذ منه لا أي فائدة، ولكن عندما خرج من الاعتقال خرج شوية مختل وواحد الحالة الرعب، دخلناه للمشفى الأمراض العقلية سلا في اللي كان فيه الشكيلي، والشكيلي لعب دور مهم جدا، حماه باعتباره مريض دون أن يسجل، وبقي كذلك إلى أن هربناه إلى الجزائر. ومات تما في ظروف مأساوية شبه انتحار. إذن كان، وكانت النظرية الثالثة هي نظرية حمد حرزني اللي هي نظرية الانتشار، يعني كمال أنه متأثر ب ألم تكن أرض الله واسعة، يعني نظرية موسى عليه السلام، يعني لا تقيم الدولة انتشروا طريقة عيسى عليه السلام، يعني انتشروا في الأرض وبقوا 100 200 300 عام غادي يولي الشعب كله معكم، وعندئذ غادي تأخذوا السلطة. شنو هذا النزوع فوضوي ربما؟ فيه شوية الفوضوية، لا الفوضوية حركية، لا فيه واحد العنصر تيقول الممارسة، انه كثير من الناس هي تيتكلموا ما عندهم علاقه بالواقع، تيقول لك اذا لننتشر ولنجرب ليجرب. ولكن فيه الماويه ايضا ديال لا معلوم تماما اللي كيقول المثقفين يمشيو عند الفلاحين يعاودوا يربيوهم وكذا. حزني كان ماوي اذا، ولكن حزني كان تيهمو يدير انقلاب في القياده عن طريق تفكيكها، يعني هو عنده نزوع زعموي وعنده مؤهلات ديال الزعامه، عنده شخصيه الزعيم، بالتالي الأغلبية ما كانتش معه، لذلك الطريقة الوحيدة لكي يأخذ التنظيم هو أن يفككه، وعلى أساس أنه الناس يتفرقوا ويديروا تجارب تورية في متعددة حسب المناطق، وبعد ذلك يلتقون بمن ناجحون منهم تصبح نظريتهم هي السائدة والفاشلون. ولكن في كل هذا لربما في التوجهات بثلاثة الرومانسية هي المشترك. كاين البعد، لا ماشي لازم، ماشي لازم، أنا إلا سمحتيني المشترك هو التقليدانية والتجربة التاريخية بينات بأنه لا ينجح إلا المبتكر، لأن العدو تعرف كل التجارب السابقة ويحتاط لها، إذا قليل في التاريخ فاش تيوقع التكرار، لا بد من إبداع. كلهم الأنبياء. إذا ندوزوا للقصة ديال لا لا إلا سمحتي، دار التصويت وسقط، ما نجحش هذا التيار ديال البوعبيد والتيار ديال الحزني، وطلع التيار اللينينية ديال نظرية الحزب من الحبيب الطلاب إلى آخره والبردوزي وكذا، فعدت إلى القيادة. أنت أصبحت في القيادة؟ عدت إلى التي هربت منها في 68 وأصبحت مسؤولا تنظيميا على حد الحزني، لأنه كانت بيني وبينه علاقات شخصية خارج العلاقات التنظيمية، هو كان متزوج وكنت إلا جيت من فاس تنقص عنده في الدار إلى آخره، فأعطيته تنظيم الصويرة اللي كنت مشرف عليه، وبحثت له على عمل يدوي في أكادير. عمل يدوي؟ لأنه هو أستاذ. هي هو بتاع، لا ما كانش أستاذ ذاك الوقت، يعني دخل عامل في معمل السردين أظن، كان واحد صديقي من حزب. شنو هذا ما يسمى بالانتحار الطبقي؟ معنى مثقفين. لا الارتباط بالجماهير. فكان عندي صديق المندوب ديال التعليم تما، راه باقي حي، تنقول له قيس، كان في التجمع تاع الاحرار، وطلب من احد رجال الاعمال باش يدخل حزني للعمل، ولكن الغريب ان هذا النائب ديال وزارة التعليم خبرني بان رب العمل قال له ان عمالي قالوا لي ان اصابع صاحبك ليست اصابع العمل اليدوي. شكوا فيه. علاش جبت قضية حزني؟ لان حزني شكل خلية من المقاومين في اكادير. اكادير، وجاء خبرني ومرة خبرني، وهذا الجانب بقى غامض الى يوم الناس هذا، حتى قبل ما يموت سولته على قضية المسدس، قال لي كاينة ولكن ما يطول الحديث. جا خبرني بأنه راه دار خالية ديال، كنا تنلتقيو حدا في الدار البيضاء قبل ما يجي في واحد المقر ديال القيادة حدا الكنيسة، تيقول لي ونقول ليه وتنجي للاجتماع باش تنخبرو من حزني، ماشي أي الناس حزني، واخا ما بقاش في القيادة ولكن هو قائد
وبالتالي واحد من المؤسسين. نعم. لا وعنده نزعة قيادية، عنده صعيب باش تقول يكون تابع. فخبرني قلت له نحن ما زلنا نخبة، وأن نصبح حركة جماهيرية خص وقت، لأن النظرية الاشتراكية نظرية علمية محتاجة المؤهلات الثقافية والمقاومين. المسألة الثانية قلت ليه بأنه راه المقاومين واحد الحقل الألغام، لأنه الأمن داخل فيهم بزاف، ولذلك يجب أن تحتاط. في لقاء آخر خبرني بأنه تحصل على مسدس، فقلت له عند هذاك المقاوم ما عرفناش، ما عطانيش في التنظيم السري أقل ما يمكن من المعلومات. خصك تعطي المعلومات يعني حسب الحاجة، حسب بحال المزيودات ديال المسافر، تعطيه داكشي اللي محتاج ليه في السفر، حاجة زايدة تتكون مضرة معرقلة. فقلت ليه أنت تدير نظرية قضية العربة والفرس، يعني السلاح هو آخر شيء ماشي هو الأول، الثاني نحن مازال ما قررناش كي غادي نشتغلوا، واش نشتغلوا بنظرية انقلابية ديال المدن وكذا ولا إلى آخره. من حسن الصدف أن السي أحمد كان داير مع الأخت ديالو أنه لا تعطل عليها ساعتين تعرف بأنه تعتقل، يعني خلال سفره الدرك وقفوا السيارة، أرى البطاقة عرفوه صافي، عطوا لي البطاقة وقام تبعينه إلى حين. هي فاش قلت لك تأخر عليها بساعتين، أنا بالصدفة كنت فاس، كنت هنا في الرباط في الحي الجامعي، خبرتني بأنه راه أحمد غادي يكون تعتقل. تلاقيت ديك الساعة الطالبي والمريني كذا، خبرتهم نزلوا للدار البيضاء تخباو، ومن نكات انه تخداو دروك خصك تقال بزاف د الحوايج، تخباو في الدار ديال المصمودي اللي كان رئيس الفريق ديال الاتحاد الدستوري في البرلمان فيما بعد وكان المفروض يكون وزير العدل، والحسن الثاني ما بغاش يكون. واش هذا كانت عندهم علاقه به؟ كان معنا في فاس في المحيط ديال 23 مارس. كان متعاطف معكم؟ كان معنا ولكن بعد بزاف بعد، انما عطانا الدار. وكاين ناس اخرين بازالين حيين ما يمكنش نقول لكم سميتهم، اللي استعملناهم في الاختفاء ديال واحد العدد كبير منهم رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان الى اخره. داكشي من بعد اذا تم تخباو الى حين دبر من طرف بن سعيد والمجموعه الجزائر باش يخرجوا. انا رفضت نخرج وبقيت هنا. ولكن انت معناه انت محروق طبعا، لانه تعتقل حزني كل شيء ممكن. انت استاذ وقتها؟ لا كنت مازال في السنه ديال هادشي في 72. ديك الساعه وبقيتي كتعيش حياتك العاديه؟ لا سنه وانا مخبي في فاس. على كل حال من بعد نجحت في التربيه، هو صيفط لي ابراهيم مطالب بانه راه ساتخرج، فمشيت حليت المشكل عن طريق مكتب تنسيق التعريف المرحوم ذاك الرجل كان عجيب الخضر غزال، على اساس انني غادي نتعين عنده. هو كان تيحمي هذا المناضل بحال هكذا، كان حامي لطيف الجبابدي وكان لودي. ملي تعينت في مراكش. في مراكش بالصدفة خرجت متخفي، حكاية طويلة جدا، ولكن صادف أن حركة 3 مارس انطلقت 73 3 مارس 73. فبالتالي يعني الأمن المختص بالموضوع لديستي شغل عني، فوجدت نفسي يعني بدون متابعات كذا تنخرج ندخل كذا، رجعت للنشاط ديالي في الاتحاد المغربي للشغل. فين؟ في الدار البيضاء؟ في مراكش. مراكش في دارنا منزل. اذا اللي حصل هو انه تم اعتقال ديال تلاميذ في فاس، مجموعه كبيره فاس، وخبروهم التلاميذ بجوج اساتذه في مراكش تجارتي كان معنا في فاس، تعين في هو والعربي الفضال في اليوسفيه، فجاب بنشره ديال التلاميذ اعطاها لهم، مشى لهم الفاس عطاها لهم، عطاها التلاميذ. جاو اعتقلوه. ملي اعتقلوه هو ما في بالوش الوضعيه ديالي انا، قالوا ليه منين جاتك هاد النشره؟ قال لهم ما عرفتش ولكن تلقاها تحت الباب. فمن تتشك فهم الصمت،
جاو اعتقلوني، اعتقلوني على اساس انني مسؤول في النقابه الوطنيه للتلاميذ. النكته هي انه دخلوا بحثوا كذا، هذو البوليس ديال فاس. هذه مهمه، هذه الحكايه تنكملها لك، مهمه جدا. بحتى كذا في الاخر قلت لهم انا راه عندي الدرس. قال لي امتى تخرج؟ قلت لهم في الرابعه. قال لي اذا ملي تخرج من الدرس خلط علينا. بالصدفه انت استاذ وقتها، استاذ في الليسي محمد الخامس. بالصدفه احدهم كانت واحد الكميه الجرائد محطوطه في وسط منها النشره ديال التلاميذ، هو يشوفها. قال لي لا لا، بلاتي بلاتي، اخذوني معه. ولكن اعتقلت على اساس انني مسؤول على نقابه التلاميذ وليس على اساس تنظيم ديال 23 مارس. هذيك المجموعه 36. 36. وكانوا معنا مجموعه اخرى كان فيها التعامل الخياري وكذا ديال التقدم الاشتراكيه. تقدموا معكم ناس؟ لا، بوحدهم في قضيه اخرى، ولكن في نفس الكوميساريه في الدار البيضاء. هذوك دخل لهم علي عتا وخرجوا، وحنا بقينا. غنحكي لك واحده مهمه جدا. كنا في غرفه فيها اساتذه، حنا اربعه الاساتذه معتقلين. ايه في زنزانه. هادشي في غبيضه؟ لا لا، في الكوميساريه. بقينا في الكوميساريه في المعارف اربع شهور. بقيتوا اربع شهور في المعارف؟ ايه. هذيك هذيك علاش؟ لان الشرطه ديال مراكش والشرطه تفاس اختلفا فيما بينهما، هل نعتقلوا كجنائيا او فقط جنحيا. اصطدم فاحيل الملف كله على الدار البيضاء. في الدار البيضاء ما كاينش اللي قابل الملف، عطاونا الفرقه ديال مكافحه المخدرات فيها شي 11 واحد. هادوك درنا اضراب، يمكن لاول مره في تاريخ الكوميساريه في المغرب اضراب داخل الكوميساريه. يعني غريب. عيط لي الكوميسير قال لي شنو هادشي غريب، انتم في دينا وديروا الاضراب؟ قلت له واه الخبز والماء. قال لي الخبز والماء لا يقتل احدا. من بعد هو يطلب مني نشرح ليه، قال لي راه عطاونا هذا الملف ولكن لا نفهموا فيه شيئا، واش يمكن لك تشرح لنا؟ بديت نشرح لهم. الاخير انتهت باحالتنا على السجن. ولكن قبل من الاحاله، لا قبل الاحاله مهمه، كان واحد رجل ضابط شرطه كان تيخرجني، تيعيط ليا وتيديني لعين دياب وتنبقاو وتنستغرب، تنقول علاش تعيط ليا؟ تيقول لي باش تنفس وكذا. قلت له ما تتخافش نهرب. واحد الخطره هو قال لي علاش ما هربتيش؟ قلت له لانه قال لي ما دايرش ليك القيد. قلت له القيد هو المعامله ديالك. ملي تقرر احالتنا على الاعتقال جا عندي في الليل، قال لي عبد الصمد عيط لي استاذ جيت عنده، قال لي عندك شي وقيد؟ قلت له واش تضحك عليا؟ قال لي راه غادي يحيلكم، اعطيني جوج اسماء اللي في نظرك خصهم ما يتعتقلوش ما يمشوش. والله العظيم عطيتو جوج اسماء فعلا خرجهم. شكون هما؟ سمهاري هكذا، وواحد كان معاه، كانوا معتقلين بوحدهم. كان السمهاري وبالحسن. ولكن شفتهم السمهاري وبالحسن. كانوا جاو عندي بالسياره لمراكش، وغالبا السياره كلاوها كذا الى اخره. قال لي واش عندك شي وثائق؟ قلت له انا ما عنديش، عندي نشره. ولكن تيريدا اللي هو كان رئيس النقابه راه عنده. قال لي عيط ليه. مشيت للزنزانه اخرى جبتو، طلعنا للفوق، حلينا الغرفه اللي فيها الوثائق، جبد دفتر المحاضر وجبنا ديك النشره اللي انا معتقل على سببها، ودخلنا حشاك المرحاض واحرقناهم في الكوميساريه. شكرا جزيلا استاذ عبد الصمد بالكبير، ويتواصل حوارنا معك في حلقه قادمه.